دبل إسبريسو، ما في عنده بلا لاكتوز اللي أنتي بتحبي. شكراً كتير. إيه، بالنهاية كنا صديقتين. الإنسان ما بيقدر ينسى كل شي بسهولة. ما علينا. اسمعي، أنا فكرت بكل شي. حبيبتي، نحن لازم نبلش بخطتنا بسرعة بدون ما نضيع وقت. بدي إياكي تشوفيه بغرفة بالفندق. بالفندق؟ شو عم تخبصي؟ شو خطر على بالك هالشي هلأ؟ اسمعي، أنا ليلة مبارح حكيت مع محاميتي بخصوص هالموضوع. إذا أثبتت أني عم أتعرض للخيانة وكان في بإيدي دليل قوي، ساعتها بعد ما أتطلق من عاكف بقدر أخذ مبلغ كبير من التعويضات والنفقة، وطبعاً رح أعطيكي جزء كبير من المصاري. نحن ما عم نحكي عن مبالغ قليلة، المحامية خبرتني أنه رح ناخد كتير. نبهات، أنتي منتبهة أنه هالعرض كتير منحطه وسخ بالنسبة إلي؟ وأنا كيف ممكن ساوي هيك شي؟ يعني شو ممكن أعمل مع عاكف بغرفة لحالنا بالفندق؟ عفواً سوزان خانم، طبعاً ما رح تعملي أي شي، هاي رح تضل تمثيلية. بالنهاية عاكف بضل زوجي أنا، بس أنتي لازم تساوي اللي عم قلك عليه مشان يوقع بالفخ. وشو خلاكي تكوني متأكدة أنه عاكف ممكن يقبل أنه يقابلني بغرفة بالفندق؟ إذا أنتي عزمتي ما بعتقد أنه رح يرفض بنوب. طبعاً أنا عم قول هاد الشي على حسب ماضيكم. أنتي عم ترميني بالكلام هلأ؟ لا، أنا ما عم بعمل هيك. أنتي دائماً بتفهمي كل شي غلط. نيناتنا مرينا بأيام صعبة كتير، وإنه ننساها ونتجاهلها بهالسرعة مانا سهلة. على القليلة خلينا نحط كل شي على جنب ونحاسب عاكف على كل شي. أنا وأنتي أخذنا هذا القرار ورح نمشي سوا بهذا الطريق. أصحك تتركيني وتبيعيني؟ نبات، لا تخلطي بيني وبين البقية. إذا أنتي ما تركتيني وبعتيني، أنا ما ببيعك أبداً. ليكون عندك شك بهالشي. تمام، معناتها bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hay-